أسباب إضرابنا يا سيدي الكريم كالآتي. اللهم صل على سيدنا محمد. بالدرجة الأولى اللي هي رفع الضريبة على الدمغة، كانت الضريبة 12 قرش ونص أو 125 دينار على البلدي اللي هو شغل 21، اليوم رفعوها لغاية 750 فلس على الجرام، من 12 قرش ونص ولغاية 750 فلس. طبعا هذا الحكي مبالغ فيه، أنا كصايغ ما راح أقدر أطوله من جيبة المواطن، وإذا دفعته أنا وما بعت ما راح أحصله. هاي واحدة. تنين، الذهب ما بنحط عليه كمان ضريبة 16%. الذهب ما بنحط عليه ضريبة 16%. 16% على إيش حطيتها؟ عمي بنعرف شغلة، الذهب هو عملة وأحد أعمدة اقتصاد البلد. لما بتيجي أنت بتهد وبتدمر باقتصاد البلد معنى ذلك أنت شغلك غلط. هذا الحكي ما بيصير، وما بيجوز أنك ترفع ضرائب على الذهب. ارفع دمغة بدل ما تكون 12 قرش ونص، سويها ربع ليرة صدق الله العظيم بنقبلها. على المستورد بدل ما تكون ليرة 75 قرش، سويها نص ليرة بنقبلها. المواطن بيقدر يتحملها. اليوم العالم ما بتقدر تتحمل الحكي والضرائب اللي قاعدة بتطيح عليه من كل حد وصوب. عشان أول إشي حطوا لنا دمغة على البلدي 75 قرش، وحطوا لنا على المستورد ليرتين ونص، ليرة ونص آسف، وحطوا لنا كمان ضريبة فوقها 16%. احنا كتجار ذهب شو بنربح يعني لما يجي يعملوا لنا كل هالحكي؟ وهذا الحكي احنا اللي مسوينه نطلعه مش منه، هذا نطلعه من الزبون. الزبون شو بده يتحمل؟ لا يتحمل. الذهب بالنسبه للزبون شيء امن، يشتري خزينه يحطها في بيته، لما ينزل يبيعه، لما يجي يخسر الزبون تقريبا نص قيمه الذهب. هذا حكي مش منطقي. طب ليش بده يخسر نص قيمه الذهب يعني؟ لانه اولا بده يدفع الدمغه، بده يدفع الضريبه، هذا كله هو احنا بنتحمله بعدين بنحمله للزبون. يعني زي مصنوعيه صارت يا عين عليك. لا هي صفه دمغه، دمغه الحكومه يا عين عليك، تنحطت من ضمن المصنعيه بتاثر على البيع. انا اصلا هسه ما عندي شغل، ما عندي شغل، حالي واقف لانه المواطن فيش بجيبته مصاري يشتري ذهب. بترفع الفضه انت كمان 100 دينار على الكيلو، شو بربح كيلو الفضه؟ هو بدي افهم انا لما بترفع دينار على جرام ولا بترفع عليه 10 قروش شو بيربح؟ انا بدي اسرق المواطن يعني مشان ارضيك؟ طبعا هذا الحكي غير وارد، ما عندي استعداد اسرق المواطن، بسكر محلي، بقعد في بيتي، ببيع ذهباتي، وما في داعي اني اشتغل صايغ وجواهرجي واسمي حالي صايغ وجواهرجي. للعلم اللي قاعد على بسطة بندورة بسوق الخضرة بيشتغل احسن مني. بنحكي بكيلو ذهب حقه 30,000 دينار مجمدات، بالشهر يمكن ابيع جرام ويمكن بالشهرين ما ابيعش نص جرام على الوضع السائد بالسوق. العالم ما معها مصاري تشتري الذهب. اسباب الاغلاق للحكومه العزيزه حكومتنا بدها تضيف علينا ضريبه 75 قرش على كل جرام ذهب مشغول بلدي، وليره 75 قرش على كل جرام مشغول مستورد. فاحنا هذا الاشي رافضينه اطلاقا. فهم بيحكوا انه لغينا 16% اصلا، بالاساس احنا 16% مش موجوده. احنا اصلا احنا ما بدنا 16%، ما بدنا ال 75 قرش ولا الليره 75 قرش. انت لما تحط ليره و75 قرش يعني واحد بده يجي يكسي ذهب ب 2000 و 3000 ليره، بده ينحط عليه مصنعيه بحدود 300 ليره 400 ليره، بدك تزيد عليه كمان ليره و75 قرش بده يصير عليه 600 دينار. الاسباب عشان الضريبه هسه حطوا لك على البلدي 75 قرش يعني انت بتحكي تمام، والمستورد ليره 75 قرش حلو. هلا لما تيجي تحكي انت تحط ضريبه، تحط ضريبه على المبيعات، هسه الذهب زينه وخزينه، ما بصير تحط على زينه وخزينه انت ضريبه تمام. هسه هي زينه، اما تيجي تحكي انت فرضا الليره الرشادي او الانجليزي احنا علينا ضريبتها خلينا نحكي دينار وبنربح فيها دينار تمام. لما تحط انت مصنعيتها خلينا نحكي ضريبه عليها 20 دينار ما بتصفي معنا، بتوفي معنا لا معنا ولا مع الزبون، بصفي عندنا مبيعات قلت. يعني احنا بدايه السنه هسه المبيعات عندنا قلت والشغل قل اكثر من اول. الزبون لما صار يفكر بده يشتري ذهب بطل يفكر بده يشتري ذهب، صار يضب مصرياته في البنك، خلينا نحكي بضب له 1000 دينار عادي ياخذ البنك الفوائد. شو بيطلع عليه فوائد؟ ما بيطلع عليه هالشيء، بس اما يشتري ذهبه بيطلع عليه يعني خلينا نحكي المصنعيه والضريبه وضريبه المبيعات. هاي هي اصلا كسرتنا احنا بالشغل هون كمان. الحكايه بلشت عمي مع كل احترامنا لمجلس نوابنا. مجلس النواب عمي خلال ساعات وافق للحكومه على الموازنه العامه للدوله. خلال ساعات
في ناس يعني سموها تجاوزا انسلقت الميزانية. هذا مكن الحكومة مع كل احترامنا للحكومة ولمجلس النواب، مكنها من أنها تصدر بعض القرارات وفرض بعض الرسوم والضرائب على عدة قطاعات في الدولة كانت مجحفة جدا، ليس بحق هذه القطاعات فحسب بل بحق المواطنين عموما، وتهوي بالاقتصاد إلى أسفل السافلين. نحكي عن قطاعنا يا سيدي، قطاعنا وبكل بساطة فرضوا عليه 5% ضريبة مبيعات، توصلنا معهم من خلال نقابتنا يا سيدي ودعما منا لاقتصادنا الوطني اللي كلنا بنحبه وبنعزه وكلنا مخلصين وكلنا إخلاص لبلدنا ودعما لاقتصادنا، توصلنا مع الحكومة لصعوبة تطبيق ضريبة المبيعات 5%، توصلنا معهم من خلال نقابتنا إلى فرض مبلغ 75 قرش على دمغة على كل جرام محلي و175 قرش على كل جرام مستورد. سيدي هذا ما اتفقنا معهم، واتفقت معهم النقابة أيضا على فرض مبلغ 250 دينار على كل كيلو حلة للإدخار وليس للشغل حتى كمان للشغل ما عليه ولا أي شيء.